الهلال بهذه المباراة. وهناك بعض الجماهير السعودية أيضا، نعلم أنه كثير من الجماهير السعودية تأتي على مستوى السياحة في النمسا. الكرة الحمدان يلعب كرة عرضية، الله، نجح في تسجيل هدف في المباراة، وكان قريب جدا من إضافة هدف ثاني في فرصتين على التوالي، لكنها مرت على ميتروفيتش بتألق من جانب لوكا لوكيتش حارس مرمى الفريق النمساوي. العرضية، الرأس في صالح الهلال، إلى تسديدة، الله الله على الحمدان، يبدو بأنه موسم واصل الحمدان. حمدان، انطلاقة من عبد الله الحمدان، راحت إلى ميشيل، ميشيل في انطلاقة، ميشيل يلعب كرة حلوة لسالم، حلوة لسالم، ولأن المباراة الثاني رائعة، الكرة باتجاه القحطاني في هذه اللقطة واصلة إلى الشباك، وهدف هلالي خامس عن طريق محمد القحطاني. الكرة اللي وصلت للقحطاني ثم التسديدة من القحطاني على يسار حارس المرمى لوكا لوكيتش، وسجل خامس أهداف الهلال بهذا اللقاء. أصبحت النتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء لمصلحة الهلال، لإضافة الهدف السادس بكرة، يا سلام على مصعب الجوير، لعب الكرة ورد الكرة للقحطاني، لقطة هلالية رائعة. شبان الهلال قدموا صورة رائعة في هذه اللقطة، القحطاني لعبها للجوير، الجوير أعادها القحطاني، الانطلاقة من القحطاني رائعة، ثم الاستقبال والتسجيل بهذا الشكل، هدف للهلال، أصبحت النتيجة مع